Ahmet. Bu ne? Ne var ya? Ne oluyor sen? Şifre şişme. Ne oluyor sen? Şifre mi? Ola mı lan? Dur bakayım ha. Şifre kalpten ne diyor? Ağır ya. 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 这是啥？这是啥？他们说啊，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 
جيت انت بعيد خلاص اطلع. ايش فيك انت تصرف علي؟ لا هنا هنا حلقة صعبة. شو تتعلم؟ شنو ما انا تحب تشيلنا الكل معاك معي ريت انا ابيع بالله ولا اخذت كيك معي ولا وين اخذت كيك معي يا بني ما تخافش عليه اخر مره تعودت في الليل ها سيب بنك الريخه فيها بدي اشخوي سيب عليك تحب تباني تبع ما تحبش وتعرف سيد داركم تمشيلها صار بالله ترى انت قلت كيف زلت شنو تحس شنو مربوح شنو يحب يقلع اختار شكو؟ اختك من الدومين هذا صاحبي كنا صح راحوا فيه اخو كنا نظيف خلي نظيف حسسني يا صاحبي يعني ما تاخذوش بالمثل ها فنان مثلا وغزلوا فنان الشعب عيد على الدومين بتاعنا كان عيني يولي هيك يا فنان يعمل في معازف ويعمل والله البكرة يا ودي يا ودي سيحة يا رب اخوي شنو اخوي عنده اخوي سويس مش بسوس في البيت هيدي تونس كيوصل هو اخوي ولي خلي على كرتاج انت شنو مش وصل لا 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 عودها بالليل عشرة آلاف تعمل برويتها شوية
بدل الموضوع يا كاكي شوف صاحبنا هذا قال لك مسير حلوة حلوة قال لك شوف سبحان الله خلاص تحب شنو اللي حب الكشك انت ولا تبت ربي عليه تبت ربي ان هي معناتها علاش تل ابيب تل ابيب صحيح انا شجعتك من انا شجعت تل ابيب انا شجعت تل ابيب انا شجعت تل ابيب قلت له كاش ما شجعتنيش ما نعرف حتى الدربي الاخرين وخذ برا فرست فيها ما تمشيش بالعاطفه فرست فيها لا هو يشجعك انا مش امورك كيف تقول عليها ما تمشيش بالعاطفه شعبي انا كيفك راني من اللي حليت عيني تنفس فيها الكلوب وانا من اللي حليت انا في درجه بطلع صوت الكلوب بس بطلع عليها والله اما شنو هو جوارد حالس شباب الدربي الاخرين موجود حالة زي مو اسماني الضغط من الشيمة الضغط في وسط الستار الضغط من البيت الواحد راهو برشا صار الإدارة راهو كتاب ذكيك راهو يكرهوها قصوى من الجمعية قصوى من الشيمة قصوى من بالله شنو يا رب حمل الكورة قاعدين تحكيوا عليها نحب الكلوب انت من صغير نحب الكلوب اي هو يحب يحكي على الكلوب نحب الكلوب اما مش معناتها الدرجه هذه معناتها انا ما عندي ما ربح منها الكلوب عشق الكلوب وكاو ما عندي ما ربح منها الكلوب انا صحيح نحبها من اللي انا صغير وما تعجب جمعيتي اما زاد ما همش هما اللي بيشكاونوا لي مستقبلي صحيح هذا صحيح حتفهم فيا اللي حبيت نفسره لك هذاك عليه معناتها زايد نحكيو على الموضوع هذا عنده حب والله نبداو نحكيو وهذا نحب تل لبيب وما نحبش تل لبيب ربحت ولا خسرت المكشخة شنو هي رابح ربحت ولا رخ ولا خسرت الكلوب شنو هي رابح كيفك ايش عليك رمضان؟ كيف كيف هذا والله صبيح هي حلقة في المسلسلات وكيف رمضان؟ انا يوم العاش وليد مفيدة بس انا وليد مفيدة اكثر حاجه عشان في الدنيا اخرى اكثر حضرتك حاجه في الدنيا اولاد مفيده تفرج فيها ياسر ياسر كسوله ما كنت تحيه ياسر والله ولا كسوله والله الحمد لله مشيش تفرج كم عادي تفرج وحدي غادي في وحدي وحشين خلينا نتفرج بحنا عادي المشكله كل تحيه اكثر نسبه مشاهده راه يصير والله الشعب توصل حد كان على شي غريب حتى هذوما زيد تحيه سامحني تفرج سامحني تفرج تنقد لحظه ما تنساش ما تنساش انا تنساش اولاد مفيده اولاد مفيده كممثل ما عندكش انت معناتها حاجه كي مثلا يبدا ممثل معناتها ممثل قاعد يمثلك في الواقع هو ماهوش قاعد معناتها مش قاعد يفهم يلعب في الواقع نمشي معاه في البلاد هذاك نعم في الواقع فما احترام فما تلقى حسابك انه راهو باش يفرجوا فيه عائله شنو هي تلقى حسابك خويا عائله لحظه هذيك مش معناتها شنو هي تهبط لي معناتها العائله تنجم تتفرج سامحني خويا فما حتى موضوع فما حتى موضوع سير باش تفرج فيه كله عارف دعارة وسامحني انت شوف دعارة عندك مسلسل تيفا انت شوف دعارة كله دعارة شوف بس هيك لحظة عندك تيليكومات في يدك بدل ما تفرجش كوش نعم يا اخي تفرجش فيه قد تفرجش في لقطات معينة تفرجش بس تفرجش فيه هو تفرجش في لقطات معينة اخوي عشان شو خلي تفرج ايش لقطات شو خلي تفرجش فيهم مش تعطي راي مش نجم اعطي راي طب عندك حق تعطي رايك ما بوش تقول لي معناتها راهو تفرج بعد تنقد راهو نتفرج وما نتفرجش عجبك خويا تفرج ما عجبكش ما تفرجش سيده معناتها وين كان ما كلمتوش يمكن خليته قبيلك قبيله ما عندوش برشا او جوا سكان انت شو هو صبابط والعاب جدد شو هو القش صاحبي هذي منين راج يقولني بابا من المان اي صاحب حالي ها عايش علاش بوك يا اخي وين يخدم يخدم غاد شنو حال الكوش المانيا هو في بالي وانت شو عارف انا كي العادة شو خدمة خدمة وفن ما بتعرف كي العادة هو عودي بطيش كي العادة حاير كيفاش باش نصلحه والله ماني عارف الفنانة طاش اي ما وحدك صاحبي انت يخدم شوية مكسر ها؟ شوية شبيه هو شنو؟ مكسر ها
الخيول وشناهي فديت من الفن مكسرته عليه فديت من الفن ايش بيهم اصحاب انا ما نعرف عليهم خليهم بس كلهم شنو ما وقتش طلع سبت عمر كمان عم الكل ايش بيك ما زلت صغير تخيل صحيح كيك يعني شنو السبب بالليل كل واحد يبدأ يدخل عليه فما اللي يبدأها مع أصحابه مرة نفس مرة سيجار هكيك من نفس لنفس ولي تباكو ولي تباكو ليه أثر في روحك من بنيك صغيرة زين والله ما زلنا كلنا صغار أما الله غالب ما تعرف كلها تتكيف وقت إيش أطلع بعد أبوك ولا ما نعرف من زين زين بك كمل خلاتي إيش بيك حاسك حزين مش حزين اللي بس بقى كيكا هو شيخ مش تعرف صاحبتك ما تعرفش شنو هي صاحبتك وهي تعرف اللي انت تحبها ولا تعرف عم انا مشكلتي مع البنت ما عندهم شوية ثقة كالعادة معناها تبذل فيك هي عندي شوية ثقة جملة كيف انا ايش ما عندهاش شوية ثقة معناها انت تتبع برشا بنات انت كمان وانا بعد خايم معناها انت ليه انا بعدت على البنات بعدت على البنات على خاطرها هي ولا على خاطرها ما عادش نحكي انا مع البنات شغل معناها باش نحكي معاهم عسلامة عسلامة مش على خاطرها معناتها هذه معناتها ان شاء الله في المستقبل باش تولي معناتها مرتك ان شاء الله كذب كذب وانت يا ربيع شبيني شبيني زين انا سامش تعرس انت زادة انا يا ربي سهل ان شاء الله ولا كان تحب تكمل قرايتك كمل قرايتي الساعة ونشوف أموري نشوف أحوالي ندور دوليبي وواحد ربي يا ولدي نشوف معناتها الوضع نتاع تونس هذايا معناتها أنت باش تكمل قرايتك باش تكمل قرايتك نجم توصل لحاجة هذايا في تونس أنا خويا نعمل اللي علي نعمل اللي علي واللي معناها اللي كتبوا ربي سبحانه وأنا راضي بهم معناها فهمني يلا نكمل قرايتي خويا كان فما حاجة يعني ما كانش خويا إن شاء الله ربي واحد يسهل من برا سهلة اشتر الشعب التونسي كله كيكة اما في تونس تجب تاخد شهادتك مثلا وتقعد في القهوة يعني عادي جدا ناخد شهادتي ونقعد في القهوة اي باش نخدم سيرفور مش تعرف نخدم سيرفور محلاه الخدمة شوف عباد معناها شوف انجينيريات وواحد وانا معناها نكمل قرايتي صورها معناها نكمل ثلاث سنين وبعدين نكمل انجينيريات اسمعني نحكي ونتعب وواحد شنو واقع شنو سمحنا باش نحكيو حاجة معناتها واقعية احنا ما نبداوش تو نلف وندور اعطيني انت تو في تونس الى حد الان عمرك 22 سنه ولا 21 سنه شنية عندك معناتها حاجه معناتها وقتاش واحد باش يوصل وقتاش واحد باش وقتاش معناتها ربي وقت واحد شوف فماش حق بالله سمح عندك تو انا لحظه انا قاعد اكي لا نقرا لا نعمل شيء لا نخدم لا نحكي تحب معناها هكاك تحل في وجهي اكيد انا ما قلتش هكاك لازمك تسمع إيه انا خويا نقرا نعمل عليه كان فما حاجه في البلاد هذيا ما كانش خويا واحد يهاجر هكا هي خويا اشتري الشعب التونسي وكان ما نجمش تهاجر شو تعمل نجمش نهاجر خويا نشوف اي حكايه اي حل ما المهم خويا ما نحيرش نجيب عدي خويا اسكندر مثلا معناتها نهار اخر حتى كان ما كملش قرايته معناها وصل للاساس من بوه يطلع لالمانيا وانت شنو انا يعني اخوي بابا ما يطلعنيش لالمانيا انا اخوي بابا حدو في البركون يقول يا ما عنده انا يعني اخوي عندي ذريع يا اخوي نقرا على روحي علاش قاري نقص في روحي شنو يا اخي شنو قاري نقص في روحي كل واحد وضعه حدو البركون يدي كل واحد وضعه عندي من بربي اما كل واحد وربي شعطا يا انا اخوي عندي ذريعي نخدم اخوي نقرا اخوي ها وشوفني انا قديش طموح انت طموح اخوي عندي فني وعندي دينيتي ونخدم اي خدمه معناتها اي حاجه تجيني مرمه تجيني دهينه تجيني ملزوم. اي حاجه نخدمها انت مش مشكله ملزوم ملزوم ولا ماكش ملزوم لا مانيش مشكله ملزوم انت ما تخدمش مثلا كيفاش تجيب خويا فلوس كيف باش تصرف كيف باش تقعد في قهوه كيف باش يلزمني نخدم باش نلقى ما ناكل ولا نشرب ما لا كيك شنو معناها انت معناها هذيك هي فما واحد لاباس عليه واحد معناها
واحد ما معناها ما عندوش لازمو يخدم هذيك هي البلاد هذيا هذيك هي. شنو كيف بالضبط؟ شنو كيفاش معناها قلت لي لازمو يخدم هي بالطبيعة ملا تحبني نقعد هكا معناها أي حاجة أي خدمة معناها لازمك تخدمها معناها ريت أنت معناها تو مش تحكي لي هذايا ليه هذايا ما نخدمهاش ليه هذايا ما نخدمهاش ماكش عندك حاجة. عندك شوف عندك أكثرية الشباب برجولية تو معناتها ما نعرفش ولاو ولاو ديما وما نعرفش قهاوي تشوف انت القهاوي معبي اكثر من القرايه واكثر من على خاطر الشعب ما يحبش يخدم من الاخر لا اسمعني مش يحبش من الاخر طلع الشعب هذا شنو يحب تعطيه خويا كهرباء وتعطيه دار وجو احلى جو انسان من الاخر انسان يقبل على روحه تدبر له خدمه محترمه وتدبر له معناتها مثلا شهريه باهيه وتسمه وما يخدمش يقبل القهوة وتقولوا لي والله فماش تشجيع شر السبيبة كيكة تشجيع شنو معناها بلي شنو ما فماش أنا صحيح أنا معناتها نخدم باللي يجيب 200,000 المهم نسعى الحاجة نطمع نقول يا ربي معناتها نهار آخر معناتها قول لي معناتها يا ربي نهار آخر معناتها باش تقبل 200,000 راو تجيك برشا حاجات باهية أما تبقى 200,000 يعيشوك معناتها أوفر لي في تونس الحمد لله عايشوه نجم نعيش بيه انت تو معناها ما زلت عازف معناها ما عندك حتى شيء هكا تصرف وقاوي وكذا وخارجين اي من بعد خويا كي تكبر باش تقعد هكا كي نكبر ربي سبحانه يحلها كيفيه فسر لي مثلا انا خويا نسعى انا نسعى من تو واللي كاتبه ربي سبحانه مع هذاك هو معنا وين هاربين منه ما شاء الله خويا تولينا كيما كاظم السياج كاظم فنان تعرف كاظم فنان الطرب شار خويا شوفوا بلادنا محلاها باش نحكيوا على الناس اللي فيها معنا جمال مسوسي جمال ميساوي ومعنا اسامه شرقي في الراب بلاك بلاد بلاك بلوت هاي خويا مرحبا يا جمال وبيك عايش خويا سلام السلام عليك هاي خويا السلام عليك ايه راك تحصل هذايا خويا ركز تحصل لازمك ديما تحكي ركز تحصل واللي حصل نحن حاصلين كمل وحدك ما كمل لك شاد ايش كمل تظهر للدنيا كيش تحب تقول انت مش حاب تحكي مش حاب تحكي مش حاب تشوف شريط عالم هذايا تظهر تونس كبيرة قدامك تظهر لها محلات علينا نحن نحسوا فيها خايب نحسوا فيها خايب بخاطر الامور مش هي مش ولا بد الامور اللي عارفينها مش هي شنو الامور اللي مش هي فماش استابيليتي البلاد داخله بعضها تحس العباد الكل شاده ما عادش فما طموحات كي قبل فهمتني تقتل طموح بلاد ما وصلت الشيء ماذا بيا انا كان نخرج علاش نحب نمشي نحب نمشي حتى المغرب تركيا نمشي خاطي الوراق مثال حتى نمشي بلاد اخرى هاي عربيه كيف نعمل بلاد عرب كيف نمشي لها والله ايش نقول ايش نقول لك والله راولي ما خدمش في بلاده ما يخدمش في بلاد الناس ما قريتش في بلادك ما تقراش في بلاد الناس كان انت هون ما عندك شهاده ما عندك ديبلوم بلوغتك وبحذاك داركم وامك وبوك واللي امه متوفيه الله يرحمها واللي ابوه متوفي الله يرحمه فهمتني واللي عايش وحده ان شاء الله ربي معاه اما انت كان ما قديتش روحك في بلادك راك ما تقدش روحك في بلاد الناس فهمت روحك هذاك تشوف على برشا عباد يقربوا لك ويعيشوا معاك وفي وانتوا راجك وعملوا ووصلوا وقراوا وبنوا وما عملوا شيء في البلد هذايا باش كان ما تحكيش عباد ما عملتش العباد قاعده تعمل عباد قاعده تقرا عباد قاعده تخدم عباد قدت عباد بالرسمي مطرزه وعامله كل شيء وفي المدينه مش حتى في الريف ما غير يعني حتى حقره اي تقول لك زاد اذا ما لقيتش حظك في بلادك نجم تلقاه في بلاد اخرى شنو هي المشكله نجم تخرج هذيك نعرف برشا انا هذيك الهجره خويا هذيك انت كي باش تهاجر كي باش تمشي من بلاد لبلاد تتحرك اما مادام واحد عنده والديه لهنا علاش ما يشبعش بوالديه على خاطر الوالدين ما يتعوضوش المرأة تتعوض الراجل كي تموت له مرته حتى هو عنده صغار يعاود حياته من جديد الوقت بطول المدة يداوي الجرح الوالدين ما يتعوضوش احنا لهنا علاش ما نشبعوش بوالدينا نرضيو والدينا نقفوا مع والدينا لو كان احنا حتى الدنيا ما عطتناش مثالش ما عطتش لحتى حد مثالش اما نكون رواحنا نبداو من الصفر حتى نطلعوا مش ناس كل عندها انا مثلا صفر ملي من كتاب ما عنديش انا ورايا حاجات فهمتني قاعد نبني في حياتي من جديد نحن ننصح العباد نحب نوري العباد الكل عنده انرجي كيفك زعما العباد الكل ليه ما حد ما يقتل طموحه لازم الانرجي كل عبد عنده ثقه في روحه فهمت كل ثقه في النفس بها يا راو اجا نفسر لك حاجه
كون روحك، اذا كان ما تكونش روحك راه ما يكونك حتى حد. الثقه في النفس، الثقه في النفس. او واحد مثلا توا في ثقته في نفسه عمل وصل قرا وصل خط الباك تروفز مثالش، اما هو وصل وقرا وحب يعمل وتوا يحب يخرج من البلاد هذا باين حب مخرج. يعني زعما الريفيزيون، زعما كان جيت انت في الريفيزيون قاعد تريفز مركز وقاعد تحفظ وقاعد ما ليه حد مخك في قرايتك كهو، زعما دوبل فما عباد مش مغرومه بالقرايه خويا. اي هو 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 تو هو تو مثل لي قال لي سبحان الله مصدق. ليه 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 اسمع اسمع هو اش قال لي تو؟ ليه ليه هو اش قال؟ باهي باهي شفش انت هذه زايده في الحلقه باهي باهي. ليه على تو قاعدين نبثلوا روعه شوي لحظه بس لحظه قاعدين نبثلوا. ليه 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 ما يتقاسش حتى شيء، ما يتقاسش شيء نعرف ما يتقاسش شيء. انا مش مصدق، انا نجيب لك شهاده ونجيب لك امور انا مش مصدق. برج ولادي انا اخوي نعرف كان الرابي. انا ما عجبنيش الموضوع نحكي لكم نحكي لكم اش صار فيه. نحكيو على التلفاز شنو اللي فيهم ما فيهم. نحكيو نحكيو ما يسالش ما يسالش. البارح اتفرج انا وبابا في الام بي سي وان برنامج من سيربح ما نعرفش درا شنو هي. انا خويا ما نعرفش ما عندوش تلفزه في دار. فرجه تعدت مره فرجه تعدت مره خلينا نحكي لك. هاي كيكه دخلوا جماعه لابسين بالاخضر. نمر الان الى اقوى رقصه في العالم، رقصه النعامه. دخلوا جماعه بسوف يعملوا اكاو خرجوا. بعد نمر الى اقوى رقصه في العالم. انت حكيت لي الموضوع ديك ليك قبل ما نتفرج. رقصه الفراشه، رقصه دخل هما بيدهم هما لابسين باللحم ها 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 ويعملوا ها. واش تاع سي لا تونس دو كانار؟ واش تاع سي لا تونس دو كانار؟ لا مش لا تونس دو كانار. اي لازم عندي موضوع اخر نحكي. انت تصور فيا خويا من بديك وين تحب توصل معايا؟ نعم انت تصور فيا. انت وين تحب توصل معايا؟ وين تحب توصلني؟ نعم يعني شتحب توصلني؟ نعم انا نعم انا نفهم ونكسبتي اي حاجه تعمل هيك تقول هيك. اما شنو تحب توصلني؟ تحب نعم تحب نوصل لهم العباد من الكاميرا؟ والله توصل صوتك، توصل صوتك للشعب، توصل صوتك لاصحابك، توصل صوتك لاحبابك، تنصحهم لو كان حتى انت ما تقدرش وما تنجمش توصل لهم حتى صوتك. ننصحهم تنصحهم كل واحد ينصح روحه. ما احنا نوصلوا مساج فهمت، نوريه للعباد اللي في الدنيا هذه مازال فما الخير. مثالش نضحكوا نلعبوا نوصلوا مساج. انت لهنا باش توصل مساجك، تنجم توصل مساج. انا مساجي نعرف كي نقول خويا تونس محليها باللي فيها فهمت. هذيك هي تونس محليها باللي فيها، خاطر نحن حسب شنو حسب شفنا ما شفناش خايب خايب نحن لاباس حسب شفتوا لاباس. واحد عامل جو في حياته بصراحه تونس بيا بصفه عامه بلادي اوصف. مش مشكلة بلادي، مش مشكلة في بلادي، مشكلة في رؤوس بلادي. فاش قولك في الثورة؟ برج ولاية الشعب التونسي كيثور في مونبري وكارفور. مش فاهمين شيء من الثورة، ما يعرفوش الثورة شنو هي، مانيش بتاع ثورة. نحن شعب مصدق حاشا اللي ما يستاهل، الشعب بهيم. حتى المثقف اللي قاعد في كرسي راهو الكرسي هذاك ما قراش وما سهرش وما تعبش، هذاك خذا بلاصه بوه، هذاك خذا بلاصه عمه، هذاك خذا بلاصه خاله. نخرج انا يدخل لي بعدي، نخرج انا يدخل لي بعدي، فهمت؟ ما فماش براينيه في البلايص هذوكم، ديما نفس اللقب، ديما نفس العباد، ديما نفس العيله، كان في سياسه، كان في كوره، كان في كل شيء، كل واحد ربي عطاه موهبه، واللي عندهم مواهب واللي عندهم معناها في ريوسهم بالحق الصح في الصح كما نقولوا راهم على تلير، راهم ما يظهروش، يظهروا كان الحاشا خويا اللي ما يستاهلوش، اما راهم صحاح ما يظهروش. ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي يحلها في وجوههم. العباد الكل تحب تخرج من البلاد، العباد الكل تحب تهج، راهم الفقر فهمت، راهم الوضع، راهم حتى الحاكم فيه وعلي الحاكم باهي والحاكم خايف فما اللي خايف فهمت. سليم سليم انتي معاه ولا ثلاث ناس شباب يقراوا برا؟ كيفاش؟ الناس بعض الشباب اللي بعت الباك حبوا يخرجوا برا يقراوا، انتي معاه ولا لا؟
انا علاش ما نقرا كي انا ربي عطاني وانا عندي في راسي، علاش ما نقعدش نقرا في بلادي ونخدم في بلادي؟ زعما هو علاش يحب يخرج لبرا، يحب يخرج لبرا على خاطر شو 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 نعملوا همش لهنا جمال، فما دي سبيسياليتي ما نعملوهم لهنا في تونس. جو سي يا جمال، جو سي انا صحيح عندنا كليه طب بار اكزومبل باهيه في تونس، اما فما دي سبيسياليتي لبرا خير خويا، فهمتني؟ شي الشيروجي والحكايات هذوما الكل صعاب برا لوروب، اللي يمشي يقرا في المانيا، اللي يمشي يقرا في ستراسبورغ في فرنسا طب، فما دي سبيسياليتي صعب علينا لهنا. مازلنا عندنا طب باهيين، طبتنا بارتو، وتمشي للخليج تلقى حتى في اللي ستاف ميديكال نتاع ليكيب ناسيونال نتاع الامارات، عندنا تونسي في قطر، عندنا توانسه طب دي بروف، عندنا اللي راهم توانسه اوني ان بيبل تالونتيو، عندنا ناس بالكدي، اما لا غالب خويا البلاد ساعات فما برشا ناس ما وصلتش جراير قلوبها باهية، وعندنا ناس زاد طيبة، وعندنا ناس متربية. لا اللي قلوبها باهية فارغة، قلبه باهي جيبه فارغ، واللي تلقاه جيبه معبي قلبه خايب. علاش احنا العباد هذوما من ميزوش، فهمت؟ علاش ما نحطوش هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا والناس كل تعيش كيف كيف؟ علاش العباد الفوق 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 وعباد اللوت اللوت اللوت؟ ساعات مرا تلقاها في الشارع مع تلوج على حق باقيت، فهمت؟ علاش هذاك اللي الزايد متكبر ما يعاونش هذاك، وهذاك ما يعاونش هذاك، والناس الكل تقف مع بعضها؟ فار اكزامبل من عرش انا المتكبر يجي يقول لك عليه هذيك ما عنديش، كما قلت لي انت قبلك عليه ما قراتش وعليه ما خدمتش وعليه ما بيت، على خاطر ما فهم، ما فماش شكون وراها، ما فماش بو، ما فماش عم، ما فماش خال، ما فماش ام ما راكزه معناها باش تعاون باش تخليهم يقدموا. تجيه ولدي تقول له هو شي هو طفل، اسمعني فسرك حاجه، ريتو البيبي، احنا كلنا بيبيات هكا ولا كلنا نهبطوا بيبي، ريتو البيبي راه ورقه بيضاء، فهمتني خويا؟ ريتها الورقه البيضاء، انت تشد ورقه بيضاء تكتب فيها شنو تحب، اي مع البيبي بشي تعلم هكاك البيبي، ريتو البيبي كي يهبط من كرش امه، راهو انت تشدوا البيبي شنو تعمل؟ يهبط فيرج، قول يهبط فيرج، يهبط فيرج ما عنده شيء، كيما انت تحب تحطه راك تحطه، فهمت؟ كيما انت تحب توصله راك توصله، كيما الورقه بيضاء تشدها تكتب 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 فيها شنو تحب، كيما ولدك ولا بنتك ولا ما نعرفش حتى ولد جارتك، ساعات تلقى جاره تربي في ولد جارتها خير من اللي تربي فيهم، فما زاد نستحلم، فهمت؟ نستحلم، فهمت؟ مختصر الموضوع ما نكثرش عليكم في الموضوع هذا، عباد فهمتني والناس قاعده تفهم. ربي يعطي الفول اللي ما عندوش زروس، ان شاء الله ربي مع الناس كل، ان شاء الله ربي يحلها في وجوههم، وان شاء الله ربي يحلها في وجوهنا، وان شاء الله ربي يحلها في وجه امه محمد الكل ان شاء الله. انت باش تحلم به؟ يا رب باش نحلم، ما نجمش نعطيك حلمي، ما عنديش حلم، ما عنديش حلم برك، عنده كوشمار كوشمار كوابيس. نمثل برشا شخصيات وانت جمال؟ انا بول مومون نخدم، انا راه جوي باهي لاباس الحمد لله، يعني بارابور على قبل الخير ابرك من قبل برشا. وكان نقول لكم بحلم راك تحصل للنجوميه، باش توصل للنجوميه راك تحصل ان شاء الله عليه بركو با، والله ماذا بيا انا نحب نولي نمثل، نحب حس روحي نجم نمثل. وانت سليم؟ والله انا نقول لك اللي فيه خير ان شاء الله ربي يسهل فيه، كل شيء بكتبة رب، كان كاتب لي باش نطلع راني باش نطلع، كان كاتب لي باش نقعد راني باش نقعد، كل واحد شنو مكتب له رب. وانت وسام؟ انا نقول لك نحن النجوم في نظر العباد اللي يحبونا واللي يعرفونا باش نوصلوا ان شاء الله، انا واصلين الحمد لله يا ربي، ما نخسر شيء، انا مانيش جاي نشكي ولا نبكي، ونحب نوصلوا برسمي عبد باش يحلم. واحد كيف انا ما عندي باش نحلم حاجه مستحيله، اللي هي بالرسمي مستحيله، هي دار ومراه وصغار وكهرباء وكراج صغير هكا تدخل فيه كرهبتك حانوت ولا اي حاجه، هذيك هي حلم صغير على الاخ مستحيل، هاي صغير. هاي اخويا نخليكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، وان شاء الله تشوفوا جو جدد، وان شاء الله فما كان الخير وتصبحونا على خير. سليم، اسامه، جمال، أوكي. ركز، ميرسي على التابعه، يعطيكم الصحه، بالك تركز تحصل. موضوعنا اليوم موضوع عبدالله، فقر ودمار، تشوفوا في البلاد كيفاش كازا، ناس كل بطاله، فماش خدم، العباد تحب تخدم، العباد تحرك على رواحها، علاش فما خدم؟ علاش ما فما خدم؟ العباد ما تحبش تخدم، ما تحبش تتحرك، ما تحبش تدور الزيرو، راهي العجله ديما تدور، فهمتني؟ ماذا بينا خويا كان العباد البطاله تقوم تتحرك تخدم، يا خويا شوفوا حل للشعب، شوفوا حل للعباد البطاله. راو
ناس كل تنجم تخدم، ناس كل تنجم تنظف مخاخها. أسهل حاجة هي الوسخ، أصعب حاجة هي النظافة يا أخويا. نحيو علينا الوسخ، نحيو علينا المخ الخامج، نحيو علينا الفساد من البلاد، نحيو علينا كل شيء. خلينا نظاف، خلينا نشوفوا دنيا جديدة، خلينا نعيشوا، خلينا ننظفوا بلادنا، خلينا أخويا نشوفوا كيفاش ننظموا الدنيا، ننظموا متعرفش أنا باش نقول لك باش نحكي لك. فسر لهم علي أنت، فسر لهم شهر علاش البطالة طبعا؟ شنو علاش فما بطالة؟ خاطر ما فماش خدم في البلاد. هو فما خدم، وين فماش خدم؟ وين شوف فيها الخدم؟ فيش فيش مرشي تمشي اي واحد تخدم مرشي 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 بخويا باش تخدم في مرشي حاول بس باش يخليوك تخدم بدون رخص، فهمتني؟ يا خويا خلي البلدية تسيب رخص، يا خويا خلي العباد تخدم، خليها البلدية تسيب رخص، خلي العباد تخدم. عندك فلوس صاحبي؟ فلوس عندك فلوس؟ ايه تنجم تخدم كيك. عندك فلوس؟ انت عندك فلوس يا اخي؟ ايش عندي فلوس علي بطال؟ ايه باش تاخذ رخصه يا اخي، سيرك انك رخصه يا اخي. هو حكيت رخصه. انت واحد من الناس يعلم بك ربي، انت نورمالمون تاخذ رخصه، وهذا ياخذ رخصه، وهذا ياخذ رخصه، وهذا وهذا ناخذوا رخص. بلاش ناخذوا فيهم نحن الرخص في تونس والكل، ياخذوا فيهم اللي عندهم الفلوس. معلم مره طلعت مع تاكسيستي عنده 5 رخص. بوليس مش بوليس، مش بوليس من النقابة، عنده 5 رخص. يا معلم يا اخويا يا معلم، انت عندك رخصة تاكسي يحب لك على الاقل 3 ملايين باش ياخذ رخصة. ايه بالطبيعة شغالة وبرشا حاجة. نظف يا دولة، نظف نظف روحك قبل تحب تنظف الشعب وتنظف الشباب. نظف روحك شعنيك بتاعنا انت، نظف روحك. الدولة اش عملت لي؟ اش تعني لك البطالة؟ اش تعني لي البطالة؟ يا صاحبي يبي بالك عندي حرف انا في الجرية في الدار من البطالة؟ صوصت في الجرية، صوصت عندي حرف في الجرية صاحبي، كنت تكة نبدأ مرتاح. بطالة تعني لي برشا حاجات البطالة، البطالة ساعة في واحد بطر في مخه بالليل. هل لقيت خدمة ولا ايه؟ خدمة؟ فما خدمة من غير سيناس ياس، لا فما حد شيء تخدم تحت حيط. فماش هذاك تسمى بطال معلم، تخدم ايه تخدم تحت حيط؟ راك تتسمى بطال، راك تتسمى انسان بطال. خدمة وصف عليك سيناس فماش يا خويا. انا نمرض، امي تمرض، بابا يمرض. ترجع الموضوع هذا يعني موضوع حلمة. تنزمني انا 50 دينار باش نداوي في نداوي موك 3000 و 4000 فرنك تاع سي ان اس اس اللي نخدم عليهم نجم نداوي بيهم. اما خدمت تحت حيط في تونس ما فماش رقابه، ما فماش عباد شاده الحكايه هذه، فماش لجنه تصدم على حوان وتصدم على قاوي وتصدم على برشا حاجات على الشركات. لجنه ما فماش، فماش مراقبه. كيفاش 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 ترى البطاله قبل الثوره؟ البطاله قبل الثوره خير من بعد الثوره. برشا قهوة تعطيك 3000، قهوة ب 400، باكو دخان ب 2500 جوك به. لا زادوا فيه دخان 50 يوم زادوا جوك به 3000 فرنك تقوم تعمل باكو دخان وقهوة. توا معلم 10000 باش تعمل باكو دخان وقهوة. اسمع يا سيدي، كنت تاخذ سباكر 3000 سباكر كمان ب 900، اليوم ياخذوا دينار 50 في السباكر. وخدمة فماش خلك تمشي تخدم كما قالك، لا سي ان اس اس لهم يحزنوا تخدم بطال. انت حاسس روحك فيك وسب في الكليب، انت تخدم وبطال، تخدم باش تصرف عليك، انت تخدم وبطال، ما عندك حتى شيء تثبت انت تخدم، ما عندك حتى ورقه. ريت البطالة البطالة ما فما حد يتكلم على الشباب البطال والعباد اللي تخدم تحت عين. فما حد مينهم العباد؟ لحظة بركة خويا، لحظة بركة يا كوارج، مش عربي ايش؟ ايش 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 ما عندوش نجم تقول انا نولي كوارجي وبوك عم ما عندوش المعارف نجم تولي كوارجي صعيبة شوي. شكون فريقك المفضل؟ الاسبيرانس. هاي الاسبيرانس احكي معاه احكي معاه احكي معاه احكي احكي على البطالة.
الثاني الحبيب طالب 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 شوفوا انتوا راجل حبيب انت تخدم تو ليه ليه نقرب تاخر حتى احنا قريب باه بعد نقراش مش تعب والله يوم انا اي باه الفطار اش تنجم تحكي عليها انت في تونس البلاد هذايا اللي معاه ولا ثلاث البطاله ضد البطاله بالطبيعه شنو تقول البطال اخدم على روحك اخدم على روحك هكا تقول لنداده اقراو على رواحكم توصلوا اقراو على رواحكم توصلوا خويا غالب طال هذايا مش باش يتحل في تونس ومش ناخذوا بطاله اللي ربي سهل كيف موته بحرقه بحكايه خاطر البلاد هذايا ما فيها شيء يصلح ونرجعوا للمشكله الاصليه اللي هي مشكله الدوله الدوله هذايا ما تعني شيء الشباب نتاعها والشباب نتاعها كله ضاع بخاطر ما فما شيء يصلح في البلاد هذايا حتى الخدمه تخدم هدف تخلص 400 500 كان دار تنحي منهم 250 ها تاع دارك 250 باقي ترونسبور واحد وباقي تتسلف و وتنتج وتجيب عاد مش لازم تخدم خير لا مش لازم تخدم خير هكا خير انا البطالة راها خير وانا معاك هو سامع شوف شوف عاوز سؤال واحد بدال ولا هويته مفضلة تما نقاوه في القهوة صحيح ولا ايه؟ صحيح شو تنصح الناس ينقصوا القهوة يمشوا يقاوا ختم ولا كيفاه؟ خويا امشوا يتحركوا هذي امشوا يتحركوا يخدموا على رواحهم لا هذاك شو نصحته متين وانت عبر عبر ولا شو باش تعبر؟ كل يوم باش نعبر عاد ما يعبرش انا معبر انا معناتها لا غادي ما تقال حد شيء هو ما قال شيء هو برا تكلم شنيا على بتدي على بتدي مش على بتدي احكي على بتدي يمشوا مش نهار كامل راقد ينطش تو يخدم انا شهر كامل راقد وشد خالص باقي كله البداله كله الفلاحه اي مثلا الفلاحه فيها فلوس اما للفلاحه توا الفلاحه مثلا خويا تو مثلا ولاد البلاد ما فماش ولاد بلاد وجبوره نحينا منها العقليه هذه توا احنا بلو بلو بلغه العاصمه يقولوا على البلدي يقولوا برا عرس ليجي فك لك فلاح خاطر الفلاح بفلوسه والبلدي اللي هو لعبها بلدي ولد بلاد فرانكلي فليلي سفر مليم ما يكسب شيء برا خويا عرس ليش يفك هيلك فلاح هيا عبر خاطر كي جاي فك هيلك فلاح تبقاش روحك ومتفيح الموضوع ما فيه انا ننصح كل بطال يعني كي ما لقاش خدمة فيه سي ام اس اس وما فيهش يعني يصبوا عليه ما غير ما يخدم يخرج ينتج يخرج يوري للدولة واش نجم يعمل انت قريت قريت انا علاش ما تمشيش تخدم انا مش مشي نخدم مديت وراقي قالوا لي انت شكون عندك اعطيني فلوس عندي 300 200 300 راح نحط للبيرو كل يوم فلوس ما عنديش عليه صحيح يا اخي ما هي عمري ننطش فيهم نجم نجيب 200 و300 و400 و500 نجيبهم من الشارع اما ما نعطيهمش للبيرو خويا ما نعطيهش ما نحملش انت باش نعطيهم شوف شويه عبير